جدا جمال. جمال اش غيعمل بالكره ديالو؟ كيلعبها جميل. او جول 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 جول. خالد وهرق، خالد وهرق يفتتح التسجيل بعد التمريره دقيقه من جمال بالصاحي. ايوب وجه لوجه مع جمال. او مازال خطير. او يا 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 جول 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 جول. صقر اكادير، الصقر كضيف الهدف الثاني عن طريق العميد ايوب العداد اللي هيئ كره لجمال وما وجدش عناء فوضعة داخل الشباك. ومركز مرتده، مرتده المراكشيين، كيقودها المراكشي المدن. او جول 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 جول. اي 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 اي. صقر اكادير كتستعرض العضلات ديالها في خمسه ديال الدقائق، مثيره مجنونه. 3-0. ايوب السلامي اش غيعمل؟ كيلعبها لعند حمزه، حمزه اش غيعمل بها؟ كيقدم. جول 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 جول. الهداف كيف قلت لكم سابقا، الهداف حمزه كيودع الكره في الشباك مرمى الحارس كريم البيا وكيغير النتيجه وتصبح 3-1. اذا العداد كيستعد كيهيئ الجمال، جمال كي جول 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 جول. صقر اكادير كطيف الهدف الرابع بعد قذفه قويه اللاعب جمال، ما كتركش حد الحارس قرواز وكتستقر في الزاويه 90 من مرماه وكتعطي الهدف الرابع لصقر اكادير والنتيجه كتغير وتصبح 4-1. كعوا كيستعد في ضرب كي هي. او يا 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 خطيره. او يا 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 يا. جول 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 جول. خامس صقر اكادير كضيف الهدف الخامس بعد مرتده هجوميه خطيره قادها امازال كيتوغل من داخل مربع العمليات وكيمرر تمريره فوق طبق من ذهب العميد وقايدهم الفريق العداد اللي ما وجدش عناء في وضع الكره داخل الشباك وكيغير النتيجه وتصبح 5-1. بغى يمررها بين او جميل جميل. اي ايوب ايوب لعند حمزه، حمزه. او جول 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 جول. الثاني للمدينة العليا من توقيع اللاعب ايوب السلامي عميد وقايدون فريق المدينة العليا. النتيجة كتغير وكتصبح 6-2 في شوط جميل مثير، سموه كما شئتم اعزائنا المشاهدين. بعد مرور حوالي 12 دقيقة تقريبا النتيجة 6-2 ودائما لصقر اكادير. وايوب باحترام المسافة القانونية بينما العداد كيستعد امازال. العداد شوف غيعمل العداد. جول 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 لصقر اكادير السابع. حمزه، حمزه وجه له من فهد حمزه. جول 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 جول. اي 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 اي. هدف جميل، هدف جميل. الهداف كما قلت لكم مرعب الحراس والقناص حمزه هداف البطوله كيوقع الهدف الثالث لفريق المدينه العليا وكيغير النتيجه وتصبح 7-3. في لقاء هيتشكوكي هيستيري مثير سموه كما شئتم اعزائي المشاهدين. بيعمل جمال، جمال امامه امازال ولا العطاط؟ بالفعل العطاط كيستلم كيقدم. جول 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 جول. استمتعوا استمتعوا معنا ونتمنى تكونوا مستمتعين في لقاء جميل. هيتشكوكي الهدف الثامن والمسجل امازال. كيساعد حمزه اش غيعمل؟ حمزه وجه لوجه مع نبيا. او كريم نبيا كيدخل في الزمان والمكان المناسبين وبالشطاره والرشاقه كيخرج كره الركنيه. العداد، العداد كيلعبها. او جميله. او يا 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 يا. جول 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 جول. التاسع، التاسع ونفس اللاعب امازال. تبادل كره وجميل بطريقه اللاعبين الكبار امازال. او يا 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 يا. صراحه اللاعب امازال رجل المقابله كيتوغل من وسط الميدان كيفتح تغرق كيمرر هديه فوق طبق من ذهب اللاعب سعود اللي ما وجدش عناء في وضع الكره داخل شباك ومرمى الحارس حكيم اللي كيتلقى الهدف العاشر بحصه عريضه ولا تقبل بالجدل. بينما امازال في مرتده العرض. او يا 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 الحادث. او يا 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 يا
صقر أكادير، كتستعرض العضلات ديالها في قاعة المبيعات من مدينة أكادير بالضبط بالهدف رقم 11 من توقيع اللاعب خليل. حمزة كيستعد، جول 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 جول، الرابع من عبد القناص ومرعب الحراس اللاعب حمزة السلامي اللي كيسجل الهدف رقم 4 وكيغير النتيجة وتصبح 11-4 والتفوق دائما لفريق صقر أكادير. يلعب عند إبراهيم المال بينما سفيان أي طالب، وجميلة جميلة جميلة، لاعب هداف ما كيقنعش من الأهداف، ما كيشبعش من الأهداف كما تنقولوا. اللاعب حمزة صراحة لاعب هداف من طينة اللاعبين الكبار. لحظات الحكم من عصبة التادلة رشيد كيعلن على نهاية المقابلة بتفوق فريق صقر أكادير على فريق المدينة العليا ب 11-5 في مقابلة جميلة مثيرة وفات بكل الوعود ديالها. شكرا كما قلت سابقا، شكرا لفريق صقر أكادير، شكرا للمدينة العليا على المستوى الكبير اللي قدمته لنا. إذا ما بقى لي سيداتي سادتي إلا أن أودعكم في أمل لقاء بكم في فرصة قادمة بحول الله وشكرا. واو المقابلة وجدنا لها بما فيه الكفاية، يعني اليوم كانوا عناصر اللي ما كانوش موجودين ريكوبيريناهم ولاو موجودين. اليوم الفريق تقريبا بقى تنقصنا عنصر واحد، لاعب واحد من المجموعه كلها. الحمد لله الدراري تقريبا طبقوا التعليمات واحد 60% حتى 60 حتى 70%، سواء في الهجوم المضاد او في الضغط على الخصم، لان احنا كنا عارفين ان الخصم عنده بعض نقاط الضعف اللي خدمنا عليهم، خصوصا السرعه. وكنا عارفين باللي المساله غادي تلعب السرعه، غتكون مساله السرعه غتكون حاسمه في المقابله، ومساله الاعداد البدني. اللاعبين ديالنا كانوا في المستوى وكنا كندوروا جوج مجموعات، الخصم حتى هو كان في المستوى في حق رابور النيفو اللي كاين هذه السنه في البطوله. هنيئا اللاعبين ديالي بالمستوى اللي قدموه، وهارد لاك للمدينه العليا اللي قدم عطاء لا باس به، رغم انه تنظن كان عندهم بعض لي بليسيور خلال المقابله، وحتى خروج الحارس الاول ديال لافيلوت اضطر شيئا مع الفريق. وتنتمنوا له التوفيق فيما تبقى من البطوله المغربيه. احنا اليوم صقر أكادير هذا عمل ماشي ديال البارح ولا ديال هذه السنه، هذا عمل ديال 6 سنين. هذه كاين واحد الاستقرار في الاداره، في سواء اداريا او في الاداره التقنيه ديال الفريق، كاين واحد العمل حتى بالنسبه للعمل القاعدي كاين. ان شاء الله غتشوفوا دراري صغار جايين في الطريق، ونتمنوا انه المستوى ديال الدراري يزيد لقدام. عندنا الان 3 في المنتخب الايفنت 3 الاولمبي، وعندنا لاعب في المنتخب الكبير، علما ان كنا قدمنا لاعبين فيما سبق للمنتخب الوطني، جمال ايوب اشرف، اللي الان كل واحد الرؤيه ديال السي هشام بكيك ربما هو كيدرا ادرى باللاعبين اللي موجودين واللي جاهزين باش يمثلوا المنتخب الوطني. تنظن انه حنا مستمرين في المنهاج ديالنا في لا فورماسيون ديال لي جون، وفي العمل على العمل التكتيكي في الفريق، باش ان شاء الله يكون واحد المنتوج كروي شيق بالنسبه لصقر أكادير. احنا كما قلت سابقا القناه ديالكم اللي تنشكرها من كنجدد الشكر ديالي ليها، لان تنظن تقوموا بعمل كبير وانتم جيتوا عندنا حتى لأكادير. كما قلت في التصريح السابق للزميل ديالك في القنيطره، احنا كصقر أكادير نصف نهائي كاس العرش السنه الماضيه، وكنا خسرنا نيت مع لافيلوت وثاني البطوله. الطموح ديالنا ما يمكن يكون الا افضل مما حققناه السنه الماضيه، لان الفريق في تطور وغادي في واحد المنحى ايجابي. دونك ان شاء الله غادي نبذلوا قصار الجهود ديالنا، وغادي نبقاو اون ميترا ان شاء الله لا بريسيون الضغط على الفريق اللي تيبان قوي في هذه البطوله ديال هذه السنه في كاس العرش حتى لاخر لحظه ان شاء الله. سي أيوب كما كتشوف لعبنا ضد واحد الفريق اللي هو قوي، اللي هو غادي على الصدارة هذا العام تيلعب على اللقب. والفريق ديالنا اليوم اللي شادي نقول لك سي أيوب، كانوا بعض الأخطاء كثيرة اللي من الحارس، اللي تركبنا 4 أهداف على بداية المقابلة، اللي كنا حيت راك عارف الكور هو 50% في الفوتسال، وتعاونوا كما شفتي الخصم عندهم الحارس طاك لينا كاع التصديات اللي كنا كنضربوهم، جبدهم وحاول يعتقل الفريق ديالو. وحنا الحارس اليوم ما كانش كما كنقولوا في نهارو،
احنا تنتحملوا المسؤوليه ديال الهزيمه، لان كما كتشوف دائما احنا فريق واحد كما كنقولوا، وكنا جايين عازمين باش نفوزوا على هذه المقابله هذه، لان مقابله ماشي سهله، وكنا عارفين وديجا ضيعنا ثلاثه النقاط في مدينه القنيطره السيمانه اللي فاتت، وبغينا نجيو زعما ندير واحد المقابله اللي هنا باش نفوزوا على، لان محتاجين كما كنقولوا الثواب من ثلاثه النقاط هذه، لان ماشي من السهل. وكما شفت سي ايوب بعض الاخطاء اللي خلاتنا كما كنت كنقول لك، راه الفريق متكون اول سنه هاد اللاعبين تيتجمعوا بعضياتهم، كنتلقى واحد صعوبه في الخدمه، ولكن الحمد لله راه كنحاولوا نقادوا الفريق كما كنقولوا لهذه السنه هذه، لان السنه هذه كما كتقول راه ما ساهلينش الفراقي، كلهم عند كما كنقولوا صعاب، اي ماتش عنده حساب ليه. والحمد لله ان شاء الله نحاولوا نصححوا هذه الاخطاء، هذه المقابله اللي جايه اللي ما عندناش سهله هي ضد فريق الشاويه، لان في مدينه القنيطره، لان ثلاثه النقاط راه كما كتعرف راه ما الا مشات لك راه صعيبه شي شويه بزاف. وكنشكر من هذا المنبر الرئيس اللي هو محمد اكرام، لانه موفر جميع الظروف لهذا الفريق هذا كما شفتها السي ايوب، موفر جميع الظروف، وحنا كنديروا اللي في جهدنا كما كنقولوا باش نخدموا مع هذه الوليدات، لان باقي شويه خصهم خص العمل كما كنقول اللي جاي ان شاء الله. ومنين غادي توقف البطوله في كما كنقولوا في الروتور ان شاء الله، غادي الفريق غادي يتبدل على احسن من كان في هاد الالي كما قلتي. وحنا الحمد لله كما كتشوف اي مقابله كنكونوا فايزين وكنتعادلوا، وعاوتاني كنكونوا خاسرين وكنقدروا نرجعوا في المقابله ونفوزوا، لان كره القدم راه كتعرف الا كان بعض الاخطاء شويه ولا جزء من الاخطاء كما كنقولوا في الماتش يقدر يهرب عليك المقابله. سي هو اول حاجه نشكركم قناه الفجر على الحضور، كما شفتوا مقابله في الاول كانت صعيبه شويه، خاص مرة ماشي سهل، المدينه العليا راه تحرش فرق كبار، فتعبناهم في مباريات كبيره، الحمد لله دخلنا مكونسونطرين على هذه المقابله، استطعنا اننا نسبقوا التسجيل ونستمروا في هذاك المنوال، تبقينا سرحنا راسنا في بقيه الماركي وبيوت اكثر، كانوا بعض الاخطاء ارتكبناهم وغادي نحاولوا نصلحهم ان شاء الله، كما شفتي تماركا عندنا خمسه البيوت. المهم على العموم الدراري كلهم قدموا مقابله كبيره، وهذا الحمد لله راجع على مجهودات وخدمه كبيره، سواء مع الكوتش سي فيصل ولا المساعد سي حميد، تم نشكروا سعادة الرئيس حتى هو على جميع المجهودات اللي توفر لنا، نتمنى ان شاء الله نشوف هاد الناس قاعدة في البطوله. شنو عند الجماهير السوسيه؟ ان شاء الله راه غادي نقدموا احسن من هادشي اللي غادي فيه دابا، وراه غادي يوفقنا الله سبحانه وتعالى بالخدمه، راه غادي تكون النتيجه ان شاء الله. المقابله ديالكم القادمه ان شاء الله في كاس العرش. هو مقابله صعيبه مع فريق تينامو، فريق تيعرفوا الكل، سواء بالماريس ديالو سواء باللاعبين اللي تيحملوا القميص ديالو هذه السنه هذه، وان شاء الله راه غادي نمشيو تما قنيطره نقدموا تبقى كروي رائع، وراه عندنا معاهم ماتش البطوله، تابعوا ماتش في ماتش كاس العرش، تابعوا ماتش البطوله، دونك غنلعبوا جوج ماتشات تما، نتمنى ان شاء الله نبقاو مركزين هكا، وراه غادي يكون خير ان شاء الله سواء في كاس العرش سواء في البطوله، ونتمنى التوفيق ان شاء الله.